الكوكب القزم سيريس ممكن يساعدنا في البحث عن حياة غريبة. السلام عليكم، ازيكم؟ في ال 24 ساعة الأخيرة كمية أحداث مهمة جدا حصلت فوق لازم تعرفوها. معايا النهاردة أخبار حصرية جاية من تلسكوب جيمس ويب وتفاصيل جديدة بخصوص مهمة أرتمز 3. مش بس كده، ده أنا معايا النهاردة أخبار حصرية جاية من مقصد باركر الشمسي. أخبار النهاردة صدقني مش هتسمعها إلا أنا. ما طولش عليكم في المقدمة. أول خبر معانا بيقول إن تلسكوب جيمس ويب غصب كذا إعصار حصل على كوكب المشتري، والفضل هنا يرجع لخلية المغاية المطلية بالذهب، زائد طبعاً معدات الأشعة تحت الحمراء. مقصد ويب قدر المرة دي إن هو يصور عملاق الغاز ده، وأظهر لنا تفاصيل جديدة بخصوص أقماره وغلاف الجوي وحلقاته، زي ما سمعت بالظبط. كوكب المشتري ليه حلقات، واضاف الباحثين ان في تيار نفاث سرعته عاليه جدا على الكوكب، بلغت سرعته 515 كيلومتر في الساعه الواحده. لازم تعرفوا ان دي حاجه جامده جدا، تتبع سحب ورياح كوكب المشتري من كذا مقصد، واكيد قدامنا حاجات كتير قوي علشان نتعلمها. الخبر الثاني معنا بخصوص مهمة أرتمز 3، المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي القوي SLS، واللي المفروض هتطلق رواد الفضاء بتوع مهمة أرتمز 2 حوالين القمر في نوفمبر سنة 2024. بالنسبة لصاروخ أرتمز 2 خلص خلاص، لكن أرتمز 3 حصل مشكلة في اللحام، بس ده مش هيأثر على مواعيد الإطلاق خالص. أشار مسؤولين وكالة ناسا تحديث للمدونة حوالين المرحلة الأساسية لأرتمز 2 ومناقشوش المشكلة بتاعت أرتمز 3، بس أكدوا إن المشكلة دي مش هتأثر على الجدول الزمني. خلينا نفكر حضراتكم إن مهمة أرتمز 3 هدفها هبوط البشر على سطح القمر سنة 2025 أو 2026، ولو حصل أي مشكلة في إطلاق أرتمز 3 ففي خطة بديلة وهي أرتمز 4. أرسم بعد مانجي. الخبر اللي معنا بعد كده بيقول ان مسبار باركر الشمسي حطم الرقم القياسي لاسرع جسم من صنع الانسان. في 27/9 اللي فات وصلت سرعه المسبار 635,266 كيلومتر في الساعه. في الوقت ده كان بيحاول يقرب من سطح الشمس، بس وصل لكده بمساعده جاذبيه كوكب الزهره، وبكده حطم الرقم القياسي اللي سجله سنه 2021 وهو 586,863 كيلومتر في الساعة. وفي الوقت ده اللي هو سنة 2021 كان بينه وبين سطح الشمس حوالي 7 مليون كيلومتر، وبكده بقى أول مسبار فضائي يوصل للقرب ده من سطح الشمس. لازم تعرفوا إن تحليق المسبار الفضائي قريب من كوكب الزهرة ليه دور مهم جدا، لأن الكوكب بيمتص شوية من الطاقة المدارية للمسبار الفضائي، وده اللي بيسمح له إن هو يقرب من الشمس. لازم تعرفوا إن المسبار عنده رحلة تانية هيسجل فيها أقرب اقتراب للشمس في أواخر سنة 2024، وساعتها هيبقى بينه وبين سطح الشمس 6 مليون كيلومتر، وأكيد هيوصل لسرعات أكبر خلال الرحلة دي. باركر انطلق في شهر 8 سنة 2018 في رحلة مدتها 7 سنين علشان يدرس هالة الشمس، وهي الطبقة الخارجية للغلاف الجوي الشمسي، وكمان يفهم كيفية انتقال الحرارة عبر الهالة، زائد تغير البلازما والمجالات المغناطيسية على سطح الشمس، وازاي بتعمل الرياح الشمسية، وده هيساعد العلماء في التنبؤ بشكل أفضل بالطقس الفضائي. الخبر اللي معنا بعد كده بيقول إن الكوكب القزم سيريس ممكن يساعدنا في البحث عن حياة غريبة، لأن الثقوب اللي على سطح الكوكب فيها مخزون كبير جدا من الجزيئات العضوية السمينة. سنة 2017 اكتشف الباحثين مركبات عضوية على سطحه، وبالتحديد في حفرة تصادمية عرضها 32 ميل، ومن ساعتها بيحاولوا يحددوا أصل الجزيئات دي. الفريق عمل محاكاة حاسوبية ودمج البيانات من الكاميرا ومقياس التصوير الطيفي على المركبة داون اللي بتدور في مدار الكوكب، وده سمح للباحثين ان هم يرسموا خريطة للمناطق الغنية بالمواد العضوية، والنتيجة بشكل عام الباحثين مش عارفين يحددوا اصل المواد العضوية، بس عندهم دليل ان هي اتشكلت على الكوكب مع وجود المية، وفي احتمال كبير ان يتم العثور على خزان داخلي كبير للمواد العضوية جوه الكوكب. بس البيانات اللي هتيجي من مهمة لوسي لو جمعناها مع البيانات اللي جاية من مهمة داون، ده هيمكننا من فهم كيفية انتشار الجزيئات العضوية دي بالشكل الكبير ده على الكوكب.
اخر خبر معنا بخصوص تاريخ مجره اندروميدا. فريق دولي من الباحثين درسوا التركيب الكيميائي للنجوم في المجره، كان الهدف اعاده بناء ماضيها. وبعد فحص وفره العناصر لقوا ان المجره شهدت تكوين دراماتيكي وقوي. في البدايه حصل لها موجه من تشكل النجوم المكثفه اللي عملت اساس المجره، وبعد كده فتره ثانويه لولاده النجوم، والفترة دي من 2 ل 4.5 مليار سنة. وبيأكد الباحثين ان حصل انفجارات من نشاط تولد النجوم بكثرة قوي، وهي عصور تكوين النجوم. زي كمان ان فترة الانفجار النجمي التانية حصلت لما اصطدمت المجرة بغاز واندمجت مع مجرة تانية مليانة بالغاز، واللي اطلق عليها العلماء الاندماج الرطب. لحد ما خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط. والسلام عليكم.